رجعنا من جديد في سبور ميكس، الجزء الاخير من حصتنا اليوم مع ذاكر الويتي، طارق العبد الله، اسكندر الحجي، مطرق الزيادي. خبر يجي من دقائق، مستقبل سليمان يعلن تعيين محمد التلمساني مدرب جديد للفريق، ابن النادي خلفا لصهيب زروق اللي تمت القطيعه معه بالترازي يوم امس. خلينا ناخذ تعليق من عندكم بسرعه، ما كانش مبرمج. مش ابن النادي محمد التلمساني، مش ابن سليمان، ما الدريان يقصدوا عاود شد عاود خاطر عمناوي. والله كنت في بالي ولد النادي، مش لا لا عاود يمكن يقول لك ابن النادي على خاطر عمناوي كان معاه شد معاه لا شد ثلاث مرات مرة جاء من في التعيين ذايب عمناوي اللي نجح معهم هو عبدو استرجدوا هو شاك فوا وين يمشي إسلام، شاك فوا وين يمشي التمساني معناتها يعمل بريستاسيون باية وينقذ الفريق مرتين، ولا مرة جاء في البراج وقتها متاع طيوح آخر دو ماتش ومرة أخرى جاء أخذها في مزالو أربعة ولا خمسة معناتها ماتشوات ومنع الإكيب أنقذ الموقف. دونك معناتها يعرف الاجواء نتاع سليمان ويعرف المسؤولين هذوما، دونك حسب رايي انا تغيير عادي وان شاء الله معناتها ترجع سليمان لسكه الانتصارات. ما نجم يشد الفريق اون جينيرال في تونس في وسط السيزون ديما تلوج على اللي يعرف الفريق. كانوا اسامي مطروحه طارق جرايه، عامر دربال من الاسامي اللي كانت مطروحه باش تقود الفريق، ايضا نصيف البياوي كيف كان مطروح اسمه باش يشد الفريق. شو نصيف البياوي وينه؟ كمل من ابرامون قريب، يبدو انه امور معناتها مش ماشيه برشا في السعوديه. باه اسكندر سليمان ديما المشكله نتاع لي ريزولتا اللي تفرض عليهم تغيير مدربين. عملناه وشفنا فخر الدين قلبي جاي يعني سبيسيالمون من قربه ماتش بركة وجدي بوعزي ولقى الاجواء مشحونه وما هياش، ومن بعد تم انقاذ الموقف. تبقى صهيب زروق مالوريزمون هو مشروع مدرب ما مشيتش معه مع مستقبل المرسى صراحه، ترعوا في تغيير المدرب المدربين الشبان الممتازين خلقا واخلاق وحتى كمدرب معناتها ممتاز جدا، يعرف كيفاش يوظف اللاعبين نتاعو، ولكن بلغه الكره ما مشاتش مالوريزمون مع المارسا. شيء ما مشيتش لي ريزولتا ما مشاتش، انت تحكم على فريق بالعزوز ماتشات هذوما معناتها ما عزوز ماتشات. الترتيب محترم مش خاطي شو لومناه في حاجاته، لكن ما فماش واحد يتفرج في مستقبل سليمان مع النادي الافريقي ومع النادي السفاقسي، فما ظروف تاع مباراة ما تنجيز كي يجي جوار ياخذ له وهو الافكتيف بالسيف وياخذ له ورقه حمراء من الاول مع سي اس اس اللي هي موتيفي، وتلقى مدرب ما يخممش على روحه خاص يخم على النادي ويبريسي ويطلع المدربين كل يجي لتونس ما يعملهاش ما يعملهاش اللي يجي كلوب افريكان كيف بيرادس وما غزرتلوش، عمل ستة ماتشات ما خسرلكش، ومع التحضيرات ومع الامور الماليه ماهيش ممتازه، زاد من حاجة هنا نشوفه في السيتي كنا نحكي في بيزي تعطيه الوقت. ترى هو حكيت معه شوية، أنا حبيت يكون بحذانا اليوم صهيب زروق لكنه مش في العاصمة، إن شاء الله في مواعيد أخرى يكون بحذانا. قال لي معناه الأخطاء الفردية خاصة المقابل المقابلة الأخيرة قتلوه ذروه برشا، معناه أنت كي يتعاود ويتسبوا في بونتويت ما عادش نجموا اللي هو مدرب. شفنا فريق عنده مشاكل في الدفاع لكن هجوميا فريق يبني كرة مزيانة لقدام، يبني كرة مزيانة وكومبورتمون ايكيب، معناها كي ترى سليمان تلقى ايكيب متوازنة، سليمان ايكيب باهية معناها محترمة، والبصمة نتاع المدرب فما ساعات مدربين راهو تلقاه تشوف البصمة نتاعو سور تيران، منهم صهيب معناها فني ممتاز والناس الكل نعرفوا هذا، حتى اخلاقيا معناها وكلم وتحسك اللي موش خفيف معناها في الديكلاراسيون و سورتو معناها في على البنك صحيت. مي شو نقول انا، يمكن ديسكور ساعات تفرض انه الفريق يغير المدرب نتاعو، يلزم ديسكور اخر مع الملاعبين وقت فما بلوكاج هنا نحكيو، حتى يمكن صهيب اقترح انه يخرج كما صار مع سامي القفصي في السيابي مثلا اللي ما قصرش، ولكن الظروف ساعات فما ينمنوا بالخدمه نتاع المدرب ما ينمنوا انه يلزم فما ديسكور اخر مع الملاعبين وقت اللي يبدا فما بلوكاج معين سورتو معناها باش نمروا وتوا ماشيين في المقابلات. عمل كوتشينغ ناجح راهي ترى راهو كونتر كلوب افريكان داخل الحمروني دوزيام تو ماكابونت مع ماريانو من غادي نقطة قوة المستقبل اللي ضروه اسكندر الاغلاط الفردية يهزها المدرب. اسكو عندنا فما تقييم تاع مدرب يصير برا؟ قلتها 7000 مرة تاريخ ديشان كراس الامير تاع موناكو سبب فيه حكيته.
اسكو تتقيم على اغلاط فرديه ولا تقيم على عمل في التدريب وعلى راهو حتى التقييم البرا يمشيوا يدخلوا للريونيون للبريزيدون باش يشوف الديسكور نجم هاك تريني وعالمي في لونترينمون تكتيكمون لكن ديسكورك راهو يبدا يضيع الدنيا كلها. هو الاستقاله جات بعد ريونيون معناها بعد اجتماع هذا لازم اسكو كيفاش هو يبدو لي مش استقاله قطيعه بالتراب قطيعه معناها هذا مش تليفون بربي بربي اختنا طردوا اختنا احنا استقاله بالتراب طردوا كل هذيك ما هاي فلوسكم لا لا نبدلوا المصطلح طردوهم باهي مهينا الصهايف خلينا نبدلوا لا لا وقع اعفائه او الاستغناء عن خيط سيدك صحيح ولا خمسه نزيدك في التاريخ اليوم 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 ماهوش موجود في التماري كانت عداوا الموضوع سكاندر نجيك لك انت نجم الساحلي هبط بيان يبدو انه المشكل نتاع الجهويات مش بشوفها في الرياضه في تونس خاطر النجم البارح في قاعه القروي باسكت. ماتش الباسكت تعرف برشا الاعتداءات جهوية ديما باش نقعدوا ندينوها الحكاية هذه لكن النجم يطالب حتى سلطة الأشراف باتخاذ دي ديسيزيون معناها علاش نبدو توا هما بالذات في كل مباراة في كل مباراة في خاصة في الباسكت يا طارق لا نذكر في كل مباراة فيها النجم الرياضي الساحلي وما فيهاش النجم الرياضي الساحلي إلا وأنه هالكلام هذا هو الحديث يتقال عنه انا شخصيا ضد هذا تماما تبقى القانون يختلف ما بين الرياضه والمباريات داخل القاعات وفي ملاعب مفتوحه داخل القاعات يمنعوا منعا باتا هالالفاظ هذه وعلى الحكم ايقاف المباراه ويستدعي قائد الفريق ويزمو يتوجه وينبه على الجمهور او في حالات معينه او كيفاش في الهوند دو مينوت دو مينوت وصل حتى ايقاف المقابله لا يخرج الجمهور يخرج الجمهور واذا كان الامن ما عجز عن خرج الجمهور النجم يوقف المباراه هذا داخل القاعات في كل مباراه يصير الكلام هذا ولكن يطبق القانون ولكن البيان هبطوا النجم الذي سيح للمره هذه علاش لانه لم يطبق القانون ما نعرفش الحيثية تغافل الحكم ولا ما سمعش الحكم ما نصورش كان في قاعة مسكرة ما يسمعش الحكم مستحيل. الحكم قال خويا اختاني أنا مشيش نخرج جمهور يصير ما أتعس دونك يهرب من القطرة يجي تحت الميزاب فلذلك تمت الأمور على أساس تواصل المباراة واللي يقعد الكلام هذايا الموسيقى لبناء تونس نجم الساحلي ولا سي اس اس ولا ترجي ولا كلوب ولا استاد ولا غيره هذا مولي تونس فان كونت وهذه هالفتنة ذي اللي قاعده تصير في غنى عنها نحن وخاصه انه كره القدم ولا كره اليد ولا السله ولا طايره ولا كل رياضات في غنى في المرحله هذه توا انه تدخل هالفتن وهالشعارات هذه الزايده ويستغلوا فيها بعض الاطراف للتهيج لذلك بربي هالمساله بربي من هذا المنبر خلينا نستغلها فو بورتوت يا خويا زيون الى متى باش تبقى في كل مره ضد النجم الساحلي الساحلي كذا والاخر صفاقسي كذا يا خويا يزي برا شجع ليش قبل ما كناش نشجعوا يا خي باتنا ما كانوش نشجعوا في المنزه ولا كلمه زايده تخرج تو ما فماش حتى شعار فيهوش كلام زايد ما فيهوش حتى فماش حتى غنيه فيهش اهانه للغير يا خي شنو المشكل مباراه وفات ربح ولا خسر وفات المباراه من بعد نقعدوا شعارات وفيسبوك والدنيا وقايد باش نتنظم الامور ما بينات قروان وسوسه نهجه احنا ما انت نهج ما فما ريفاليتي بيناتهم نحي وشفاق خلينا نقول نحكي وغادي نهج بيناتهم سي حسين جنيح اصله من قروان شرميتي منين ما انت عائله راه وماخذين من بعض واللي في قروان تصيف في سوس برشا من قروان يخدموا في سوس يمشي ويجي واجور كله لعبت في القروان انت ما فهمتش بالضبط بالله سامحني انا مانيش فاهم الموضوع هذا بالحق هذا انا مع قبل خاطر نقول لك حاجه نرجع نشوفوا مكاتبنا نرجع نشوفوا صغارنا نرجع نشوفوا راي راهو فما حسابات في التربيه اور فوتبول راهو قبل كي كنا نتفرجوا في القرادايا واحد يتنرفز ويقول كلام زايد يا سيدي يدور لك العونان يقول لك تحترم ما ندخلش معاه في جدال اش بي يكلمني هكا واش بي يجاوبني هكا معناتها راهو وهذا راهو من بعد التربيه زاد بداتوا المسؤولين اللي بعد الثوره اللي كيبدا خايف من العباد يعمل الشو نتاعو على البنك كيف سوا في الفوتبول ولا في صالة الموال واحد يزيد هذاك انا نبدا نتفرج ونلقاك انت رئيس فرع هابط الاربيتر باش تضرب بوني انا نجي رأي ذاك انا اكلمك من دار قولك لي شويه ماني نمشي معاك في النمط هذاك تعال قلت لعب في قروان لعب في القروان ديما الاجواء سخونه ما بين القروان وما بين ليتوال انا مره في ماتش اميكال معناها مرأة كبيرة تسكن بحذانا تصور أنا خارج قالت لي اسمع اليوم مرأة ماتش أميكال
قالت لي اليوم راهو يلزمنا نربحوهم يعني ما في الموضوع هذا دونك هذاك باش تقعد الاجواء ديما سخونه. نحاولوا انه ما نمشيوش للجهويات, خليوها ديما في التيران, خليوها ديما تنافس ما بين العريقه شبيبه القيروان والليتوال زاد كيف كيف انا جماعه ديما 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 كل يلزمنا نربحو ما فماش مشكل. اما خطانا من الاعتداءات المعنويه ولا الاعتداءات كل يوم نراو فيهم توا اليوم اسكندر معناها في الفيسبوك نراو فيه معناها اي واحد ينجم يتعدى على منطقه وعلى بلاد معناها بفيسبوك وبكلمه. دونك انا مع الردع ونورمالمون المدرب الحكم راه واقف مقابله اسكندر اسكندر مش جهوات برك احنا توا هذا واقع باش نحكيه والناس كل تسمع فينا وانتم تعرفوه. توا نخرجوا ما نعرفش تلقى في فروج واحد تعدى قبل واحد لا قالوا لا خرج لي يدي من الشباك توفى بروح ساعات تمشي يروح معناتها تكون تزمر لك وتزمر لي في فروج احنا برا وقت اللي تخرج يدك تطلب السماحه وفي كل شيء تهديت العصا معناتها توصل بروح يعبدوا يضربوا ويموت واحد الاخر في الحبس تتشتت العائلات على حكايه فير. انت لعبت في ايطوال تقلقوا منها كنتوا معناتها الكلمات من نوع هذايا اكيد تتقلق مهما يكون خاطر فما شكون يقول لك الجمهور خلي يقول اللي حب اني مركز في ماتشو وما يهمنيش. لا لا بالنسبه للجواريت راه ولا اللي يلعب عادي معناتها شنو عادي لانه معناتها يحسبك انت جمهور منافس لكن ديما من بعد كي تروح ولا كي حتى معناتها تحس يقول لك انت خاطر ثم شعارات الحقيقه معناتها خايبه ماهيش نتاعنا ماناش متعودين بها ماهيش معناتها ما نشجعوش عليها ولازم الردع زاده لا لا لأن كي تتعاود مرة واثنين وإحنا كنا أولاد تونس وإحنا كنا معناتها توانسة دونك حسب رأينا معناتها الشعارات هذوما راهي تقلق مهما يكون سواء كان في سوسة ولا في صفاقس ولا في أي منطقة مثلا ولا في الشمال الغربي ولا راهم تحب ولا تكره تتقلق والتنمر مش باهي. واحد باش يتنمر على واحد راه عيب حتى اخلاقيا عيب حتى في الاسلام عيب صحيح ولا نبني اي صحيح ما تقول لي في الاسلام مش نقول لك مش صحيح الكوره عملت لي ما يعجبكش انت ناقصين احنا تترويت قال لي في الاسلام صحيح صحيح انا ما سمعتكش قلت صحيح. خلينا نبنيو على التصويره نتاع معز حسن ومريح مريح صحيح خلينا نبنيو عليهم التصويره هذه هاي سيدي هام جمهور الكلوب والترجي يسبوا في بعضهم وجماهير تتحارك في بعض وقت اللي تضرب بهذا وتضرب بهذا والله الا لقيت كومنتير خايب مع ان انت تقول تنجم تكتب الباهي عليه نحب نعرف عليه وين برجولين يسكرون الفيسبوك حتى انا نحب نعرف عليه شنو عليه يكون عندك الخبر ومعناتها ما تقولناش عليه انا خبر زاد باهي النادي الافريقي باش يلعب مقابله وديه مع بطل ليبيا تقريبا في نفس السلسلة متاع المقابلات الودية متاع الفريق اللي عملهم مع نادي الوداد البيضاوي كيف كيف مع الفريق الجزائري اللي لعب مع نادي الفريق ماتش ودي آخر معناتها مع فريق كبير اللي هو بطل ليبيا النصر الليبي ويبدو أنت 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 عندك يد في الحكاية عاد كان سألت أنا قلت لك عادي في بالي عندها ثلاثة أيام في بالك أنا لا ما نعرفش وضح لي انا وقفت مخي طب المعلومه اللي جاتني قالوا لي انت منظم المقابله معناها هيك مش عارف شنو مش عارف منين جاتني كمل هنا فما حسابات عندي عصفور هاي في الويكاند هذا ظهر لي فما ماتش مع بين الكلوب باش تمشي ليبيا باش تلعب على نصر الليبي ظهر خويا انا لازم نحط لك تليفونك على الكول بصراحه الجمعه اللي فاتت كان عندك اخبار اخر على الجمعه هذه على اللاعب الليبي اللي حكينا عليه وقلت لي منين جبته وفي بالي بيه وما قلتش خويا واحد من فريق البرنامج وتخبر يعني في المسكو المسماري انا نسال فيك صحه ولا مش بتلعب مباراه وديه ولا اللي انت منظم المباراه هذه سير هيك لا هو صحيح ولا صحيح شوف سكند لازم بهذايا من المساج اللي لازم نعديوه احنا وانت والصحافه والكل راهو نجم نكون هاو سليم والله فاجئني به وكل يوم انا بالتليفون ودوخني في هالحكايه به ما لازمش اسلام يعطيني كل شيء ولا انت تعطيني خدمتك تعمل انترفيو مع واحد تحكي لي عليه مثلا انا استنس بالاكسبيريونس ما كنتش هكا قبل كنت نتكلم بالاكسبيريونس معناتها مش تو باش نقعد نوري في روحي نفدلك عليك انا نعاود جمعيه تونس كامله هذاك مش مهم اعطينا تفاصيل على المقابله نفدلك عليك نفدلك عليك هي الامور مازالت مش رسميه مازلت مش رسمي توا من هنا العشية توضح توضح لهم باه خاطر جيت في مزروبة وبرشا حاجات التفاصيل كل توا يعطيها لك النطق الرسمي لكن انا نوضح لك المباراة
صحيح قمت انا اتصلت بالكابتن شكري خطوي لانه هو ينظم فيها مماز البطوله واقترحت عليه وهو كان في مستوى بصراحه على خاطر عملها مع الاهلي الليبي مع الملعب التونسي استدعاهم اللي الفريق كان فرحان وجاوبنا مع بعضنا فيسع ومعناتها باش نعرف اسمع لازمنا نخرجوا برا تونس راهو توا احنا فدلك انا خدمتي هذيك هي تعطير ونعم في محاضرات البرا وكذا لازمنا نخرجوا من الجناح تاع التراب التونسي ونمشيو نقابلوا الناس ونتعاملوا مع الناس ونعملوا اتفاقيه واليوم تختفوا ودوا ما تختفش ونحبوا نجيبوا الفلوس من برا ونحبوا نعملوا سبونسورات نمشيو نخرجوا راهو مش على الاربع الكبار برك راهو فما راهو الكل موجودين وتلقى عباد تاخذ كونشارج فما فلوس للكلوب ما قلت لك نطق رسمي يعطينا شويه معلومات شويه هكا خلينا ناخذ افون جول انا سمعت فما فلوس للكلوب باش تاخذهم من الماتش هذا وفما ماشيه في طائره خاصه زاد كيف هذا تعاد نمشي للطائرة لا حول ولا قوة إلا بالله طارق زيادة أنت تعرف النصر الليبي مليح معناتها ماتش كيما هكا يفيد الكلوب في الفترة هذه معناتها مرسو باهي النصر الليبي لا باهي إيكيب معناتها ممتازة إيكيب متحصلة على الدوري من أحسن ليكيبات معناتها في ليبيا سواء كان عام ناول ولا السنة باهي مرسو باهي للنادي الإفريقي باش يبقى ديما في نفس الريتم معناتها نتاع الماتشوات حاجة أخرى إنه ما تنساش الماتش الجاي الديربي معناتها دونك معناتها بريسك نفس ماذا فما ماتش متلوي قبل الديربي فما قبل ما في بالي فما متلوي أما ماتش باهي معناتها تحذير كما نقولوا تلعب في كاليبر باهي ما حبيتش تجاوبني لا باش نلاح على خاطر ما نركزوش على الكرة برك خاطر كي نركزوا على الكره برك نجم لا قدر الله تخسر يقول لك لا ما تسمي كان لا شوف المقابله اكثر منها راهو التايمينغ لازم تختاره مثلا كي تقول لي على الدربي غاديك بيجيك جماهير نقول لك راني ما تفرج لا عادي حتى الفريق وما ادراك لانه هو بيدو نادي كبير معناتها عنده قاعده جماهيريه كبيره حاجه اخرى اللي انا خممت فيها معناتها بسيشيك مو لازم بعدك الخساره تخرجهم تغيير الاجواء صارت فيس عم علاش قلت ما نحبش نحكي على روحي تجاوبت الناس كل معايا في حاجات مع حتى مع رئيس النادي هيك التخيل تجاوب معايا لان كلها ماشيه كلها بوزيتيف معناتها من جميع ما باش تعرف على ناس كذا اللي طرف فني معناتها موافق اللاعبين اللي ما لعبوش باش يلعبوا تحضرهم كان عندك فكره اخر بدلوا في اللي طرف فني الاخر تونسي ما ندخلوش في انجاجمون كبير ومتاع الناس كل تحافظ على الرواح فما جوية احتفالية فهمت أنا عملتها من الدراسة من جميع ما عملناها في نقول لك أنا في 48 ساعة ما زالت اللحظة هذه ماشي رسمية كي تولي رسمية عندك عليه علولو اتصل به اسأل على الفلوس واسأل على الطائرة الخاصة واسأل الليسونس من تونس ولا من برا ودبر راسك طارق بيتوني يحب ماتشوات معناها ديما حتى الودية تكون ضد كاليبر كبير عكس اللي كان كاردوزو معناها لعب ضد في الصيف ضد الوداد لعب ضد الهلال السوداني اليوم ضد النصر الليبي بطل ليبيا ديما يحب ماتشوات معناها في نيفو عالي شوي بطبيعة باش تقعد ساعة والحاجة الجاهزية بتاع الفريق متاعو معناها على مستوى عالي وراو انك تختار فريق كبير ولا صغير في معناها في الوديات انت والتايمينغ ما ساعات انا مستحق اني مش نلعب مع فريق صغير باش نحط عليه خطه ولا اليوم في ريجيستر اخر اليوم نادي الافريقي لا في نختلف معك شويه بركه في الوديات خاصه في الوديات وهو انا نشاطره انه يختار الكاليب الكبير ما يحتاجش موتيفاسيون للجوار كي تلعب انت كونتر مثلا النصر الليبي مشكل مش يجيب لك ماتش واحد اخر وانت تعرف العقليه بتاع جوار التونسي ماتش اميكال ماتش اميكال ما يعتبروش عباره معناتها سيونس دونترينمون ولا حتى ما يحسبهاش وفما جواراتي لكن الموتيفاسيون مع ايكيب تبدا به كيما النصر ما يستحقش المدرب انه يعمل لهم موتيفاسيون باش يحفزهم باش يلعبوا باش يعطيو رندمون انت تلعب في فريق كبير غدوك حتى كي تلعب ضد فريق صغير باش في, في 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 مقابله وديز تكون ديما على اوتور معناها نتاع المريول العقليه نتاع جوار التونسي بطبيعه اي بطبيعه لا نحكي لك انا صحيح. في فتره ديما تجبد من الفيكو نتاعك انت انا معاك انا اختوانا نحكي لك علاش خاطر فما دي زيكسبيريونس شفتهم هذاك علاش قلت لك راهو لا استثناء ماتشات الكبار ماتشات مع كاردوزو مع كاردوزو خلينا نعطيك حاجه ما لعبناش مع فرق صغيره راهو احنا لعبنا مع فرق مصيفه
معناها مش موجودين معناها فهم كريم ما معناها نحكيو على ايكيب ريجيونال شكون ما لعبتوش انتم استنى ما نسيت سيوتي لا وجا عجبكش شكون ما لعبناش بابا عليك ما فماش هكا دونك نحكي لك انا على ايكيب ريجيونال ترجع في ديسمبر تترينا تلعب ما انت في جوان هذا الاختلاف اما كان جيب ايكيب كومبيتيتيف تلعب حتى كان صغيره معناها لو فرضنا ديما فما باش تحط الجو نتاعك تحط برشا حاجات اليوم نادي الفريقي في روجيستر اخر تلعب مع النصر فريق كبير نادي الفريقي مش يعني مش الوداد والاهلي هذا فريق محترم في ليبيا لا في ليبيا في ليبيا تو نجيبوا الوداد ولا الليبيا لا واخر واخر ولا الاهلي نجيبوهم الليبيا نلعبوا معهم بطل ليبيا بطل ليبيا المهم والإطار الفني نتاعو تونسي معناها فهمت وخاصة فما حاجة أخرى اللي هي فما شعبية نادي الإفريقي في ليبيا دونك هذا كله معناها ديما في الإيجابي الحاجة الباهية أنه حتى كان مش يمشي البنغازي فما طيارة خاصة على حسب ما قال لنا ما قلتش كي تبدا خاصة برستيجا فيه فهمت كل يوم معناتها انا نطلع طايره ندور بعدايا في ساك شاد ساك في يدك اسكندر شفنا الماتشات هذوما مهمين شفنا السياسات ديما الفرق التوانسه رغم الازمات والمشاكل عندنا قيمتنا معناها شفنا السياسات اللي عندها شهرين توا مشاو استدعاهم كيف كيف في نفس لي كونديسيون معناتها ماتش كان باهي ماتش جالا وجمهور كبير كيف كيف اليوم الكلوب كيف كيف الفرق التونسيه عندها قيمتهم في ليبيا شعبيتهم كرة القدم التونسيه عندها وزنها وشاع في افريقيا وفي العالم وكل ما تشارك في مونديال في ليبيا اسكندر زاد بيان سور احنا دوله واحده الجزائر وليبيا وتونس يعني دونك المعاملات هذه يتفرجوا فينا بالقدير انا حبيت نقول سي ماتش سبيكتاكل سورمون مع الجمهور الليبي باش يحضر بعدد كبير وباش يعاون فريقه النصر الليبي وباش يعاون ايضا النادي الافريقي بعد المباراه تاع الملعب التونسي وشكر الشكر الخطوي يعطي الصحة شكر الخطوي لأنه نصور ومع سامح حد البالي أنا كي تكلمت وجاتني الفكرة واتصلت به كان متجاوب من أول لحظة شكري يا باي قال نكلم الإدارة أخطر تشوف شو قلك مدرب آخر تونسي في النصر جيتوا النادي الفريق يقول لك يربحني وأنا تونسي ومزلنا ما بديناش بطولة وهذيك زاد عندهم بريسيون جمهور حتى على ماتشو تاميكو هاو يعرف نجم منتظر يتنحى نجم يتنحى في ماتش تاميكا فهمت لا كلام صحيح هو قال لي قال لي باش نعمل مستحيلاتي كله صار الاتصالات وتتحسب عليا انه جاب نادي الافريقي زاد هو هي. بالنسبة للفيزابي نتاعو الفريق نتاعو ما تحسب على الدرب والبلاد على العلاقات اكثر ما خمم على روحه الناس الكل رابحه في الاخويا كامل فوالا هذا اللي حبيت نقوله فرصه للنصر الليبي فرصه زاد النادي الافريقي ماتشو ماتش سبيكتاكل ماذا بينا حتى جمهور النادي الافريقي يتحول مع بنغازي المباراه في بنغازي قلت في بنغازي بنينا في بالي في بنينا هذيك هي بنينا هي بنغازي تيران موجوده دونك بعيده ما تصورش كان على المستوى البر باش يتحولوا بالطياره بعيده بنغازي طياره خاصه طياره خاصه لا نحكي حتى الجمهور اللي حاب يمشي طياره خاصه هذه على خاطر لازم الخاصه قريبه هي الغادي موجود بنغازي قريبه لمصر دونك بعيده برشا النادي الافريقي عنده شعبيه كبيره غادي راهو كي انتم عاملين هالمشاكل اللي قاعد لا بربي ماشي ولا تو الكفر كله اكيد احنا مش مستدعين لها انا مش يمكنك كما قال لك هو علاش مادام طايره خاصه هاي فرصه عندنا مفاجاه سيربريز كنا راهو طايره فقط دقيقه كلمه على اللاعب فهد المسميري مادامنا في ليبيا اللي تدخل في تسيرت معاه النادي الافريقي بخصوص وصوله للفريق هي لا هو لاعب الحقيقة, الحقيقه لاعب ممتاز هو وصغير راهو 20 سنه يظهر لي 20 اي دونك معناتها الناس كل تتنبأ له مستقبل كبير اهم شيء بالنسبه لي انا راهو يطلع جوار صغير ديما خير خير علاش باش ينجم حتى يجي لهنا يعمل ترومبلان وبعد يمشي وحاجه اخرى راهو في بالي زاد الزمالك يظهر لي الزمالك حب عليه صحيح اي صحيح هاي. دونك معناتها ويلعب بكيب ناسيونال قادر يفيد الكلوب والله انا من نجم شوف انا نحكي راهو تجيب مارادونا تو اي لاعب تقول لي نجم ينجح غدوه راه ما نقول لك ما نعرفش مدرب نفس الشيء نشوف الاداء نشوف الاسكو يتاقلم ما يتاقلم يتعرفوا الملاعب هي ملاعب عنده لي كاليتي انت شكون قال جاء علي يوسف مش يولي لك هكا ويعطي روندمون شكون قال لك مبابي مش طالعه في ريال مدريد مثلا ما تنجمش تحكم بالمسبق تقول اوكي عنده لي كاليتي عنده كل شيء الحاجات الباهيه باش ينجح موجوده لكن اسكو من بعد ينجح ولا ما ينجحش هذا صحيح المعلومه تاع قبيله نادي الافريقي 2013 في جان في نازم في رات ضد قسنطينه 1-0 وفي مارس
في قسنطينة 2019 ربح واحد اي صلحناها قلناها اي ليه لا فما زعما تخلفنا في الماتش في بالك هما الزمالك كلموه قبل وقت اللي مشى لمصر ما عنده وين يمشي تو باه واضح اموركم هذيك اموركم انتم حاجه اخرى ما عنده وين يمشي ما عنده وين يمشي تحكي الزمالك يحكي ريال مدريد الكوب دي مون وقت اللي مشى الغادرة كمان زيد سامحوه الزمالك ما عنده وين يمشي كملوا في اللوح في الحديث هذا شكرا لك راق الزياد يعطيك الصحة هذاك الوقتي ايضا طارق العبدلي واسكندر الحجام مازلنا هذاك الوقت حتى نسكروا خويا الدول وعملهم الكل شكرا اسكندر الحجام هكا نكملوا الحصة نتاعنا اليوم نلقاو كي العادة غدوة موعد في نفس التوقيت 11 نتاع النهار